بسم الله الرحمن الرحيم. كنا المرة اللي فاتت على الستاندرد هوفمان كودينج، وشفنا ان كانت المشكلة بتاعته ان احنا عندنا اوفر هيد كبير من الجدول اللي انا عاوز اسجل في الهوفمان كودز. لو انت بتسجل الهوفمان كودز معاك يعني عشان تقدر تفك بيها بعد كده، طبعا في تكنيكس ثانية بتحاول تسيميوليت نفس اللي انت عملته في الكومبريشن عشان تطلع الاكواد نفسها، بس في كل الحالات تبقى عندنا مشكلة ما يكون حجم الجدول ده كبير. عشان كده عملوا الموديفايد هوفمان، ده تعديل بسيط قوي في الهوفمان كودينج عشان يقدر يتصرف في الحاجات اللي بتتكرر بنسبه قليله قوي. يعني ممكن نجد مثلا عندنا حاجات ليها بروبابيلتي قليله جدا، مثلا 5% بس بقت كتيره، فمضطر كل واحده من دول تعمل لها خانه في الهوفمان وتقدر تفتريها تتوزع عليها وتاخد اطوال كبيره. الحل بتاعها ايه؟ الحل ان هو بيحاول يجمع معظم دول ويخليهم كلهم كانهم سيمبل واحد مع بعض، هيسميهم اذرز. تعال نشوف مثال على طول كده نطبق فيه ايه الكلام ده. افترض احنا عندنا ادي الحروف اللي عندنا كلها اهي، طبعا واضح ان هي كتيره قوي، عندنا A و B و C و Z و D و F و Q و U و T، كتير قوي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طلعنا البروبابيلتيز بتاعتهم وجدنا ان في حروف تتكرر كويس، مثلا زي الاي مثلا 30%، زي البي 10% 15%، وفي بعضهم متكرر مره واحده، يعني في المثال بتاعنا اعتبر كانها تمثل 5%، لان دول 20 حرف، ده 5% 5% 5%. هو مش عايز يشغل دول زي بقيه الحروف بالظبط، يحطهم في التري زي بقيه الحروف، لكن هيقول انا هاخد دول كلهم مع بعض كده هسميهم اذرز، اخرون، يعني كأن الداتا عبارة عن A و B و C و D وآخرون، عشان دول بروبابيلتي قليلة. الثريشولد ده أنت اللي بتحدده، تقول من إمتى هعتبر إن ده تبع الأذر ما هوش سيمبل أساسي هشتغل معاه. البروبابيلتي بتاعت الأذر لو جمعنا الـ F والـ Z والـ Q والـ P والـ U مع بعض هيطلع عددهم 5، وبالتالي اقسم على 20 يطلع 25%. هيبدأ يعمل الهوفمان بتاعه بيزد على ان هم 5 سيمبلز A و B و C و D و others. الاذرز دلوقتي دي بروبابيلتي محترمه وممكن يطلع اعلى من حاجات تانيه كتيره كمان. دول السيمبلز الاصليه اللي عندنا، هو اوريدي مرتبهم A B C الفابيتيكال وموزع عليهم باينري كود، ده تقدر تعمله برنامج، يعني اقصد ده مش جدول انت هتعمله سيف معاك. انت عندك دول هم كل السيمبلز، لو احنا شغالين A B C لغايه Z تقول ادي الاوريجينال كود بتاعتهم 0 1 2 لغايه الاخر. بدا ينطبق عليهم هوفمان، ادي الاي اعلى واحده 30%، بعدين الاذر 25.2.15.1، جمع اقل اثنين مع بعض مجموعهم 25 طلع بقى هنا. طب واحد يقول طب تخليها هنا وتخليها هنا، مش دي اللي هتفرق معاك طالما الاثنين نفس البروبابيلتي. هرجع ثاني يجمع اقل اثنين هيطلعوا هنا ب 45.3.2، جمع الاثنين مع بعض بقى ايه 0.55. هنمشي بالراجع مره ثانيه نوزع بقى الاصفار والوحيد، ادي باينري تري كانوا 2 بقوا 3 بقوا 4 بقوا 5. ادي ده 0 ده 1، الزيرو رجع من هنا بقى 0001، يبقى الاي واخده 00 و السي والبي 0.25 اللي هي 01. هرجع اقسمهم ثاني اما نشوفهم بعد كده 01 اللي هم دول اهم السي والبي، هتلاقي السي خدت 010 011 وهكذا لغايه الاخر. طب الاذر فين؟ الاذر اهي واخد 2 بت مش 3 كمان. ادي الاذر 2 بت. السؤال دلوقتي اما اجي اعمل كودنج عاوز اكمبريس الداتا اللي عندي، الاي والبي والسي ودي هيتكودوا عادي بدول، واما اجي افكهم كل واحده عارف هتطلع منها، ملاقي 00 اللي يبقى حرف الاي، 11 يبقى حرف الدي. طب اما الاقي 10 هقول ده الاذر، بس انهي واحد في الاذر؟ يا ترى الكيو ولا اليو ولا الزد ولا الاف؟ في عندنا كتير في الاذر. علشان كده الحل بتاعه ان هو هيدمج الاثنين مع بعض. بمعنى تاني لقى الاي اداها 00 الكود بتاعها، بي اداها الكود بتاعها، سي الكود بتاعها، ايه نفس الكود، كل ده جاي من الجدول بتاعنا العادي. لقى حرف زد، زد يتبع الاذر، حط الكود بتاع الاذر اللي هو 10 حطه في الداتا، بعديه اوتوماتيك بيحط الاربعه بيتس اللي هم موجودين في الاوريجينال كود نفسه بتاع الزد اللي هو 1 3 اصفار. تاني الدي الكود بتاعها موجود في الجدول، ايه موجود في الجدول؟ اف.
الاف من الاذر، حط الكود بتاع الاذر اللي هو 1 0، وبعدها حط اوتوماتيك الاوريجينال كود بتاع الاف من هنا اللي هو 4 0. يعني كده كان هو في الاذر طول عمر الاذر هيبقى عباره عن 4 bits و2 6، بدل ما كان يحطهم في التري وتلاقي حاجات توصل 7 bits و8 bits، والجدول ده هيكبر كمان منه. ماشي كده لغايه الاخر. ادي واحده كمان اهي كيو مثلا برضو 1 0، وده الجدول بتاع الكيو. شوفها من هنا كانت واخده كود شكله ايه. اما اجي احسب الداتا اللي عندنا طولها قد ايه، هتجد الاي جت 6 مرات في 2 bits، البي جت مرتين في 3 bits، وهكذا. الاذرز 5 حروف اذرز، كل واحده كانت بتاخد 2 من هنا زائد 4 من هنا، 6 bits، يبقى ده الحجم بتاعها. السؤال العكسي، لو انت عاوز تفك الداتا دي بتفكها ازاي؟ بنفس الكونسيبت، تعالى نحاول نفكهم مع بعض. 0 0 هبص عليهم في الجدول اقول لك اه موجودين هنا، ده عباره عن حرف الايه. زيرو وان وان موجوده في الجدول هنا اللي هو حرف البي، يبقى دول هيطلعوا هم حرف البي. نفس الكلام 1 0 1 هبص في الجدول اللي هو حرف السي. 0 0 تاني حرف الايه. طب هنا 1 احنا كده كده بنبص خط بيت بيت، يعني 1 ما في حاجه في الجدول 1. طيب 1 0 اه في اهو اذر، يبقى ده عباره عن اذر. طالما اذرز يبقى هتلاقي بعديه على طول 4 bits اهم. اروح ابص عليهم في الجدول بتاع الاوريجينال كود، 1 3 0 هنبص عليه يطلع حرف الزد، يبقى ده عباره عن حرف زد. خلاص انسى بقى كلمه اذرز، مش عايزها، خدت حرف الزد خلاص. نفس الكلام هنا، نرجع تاني 1 1 هتلاقي حرف الدي، 0 0 حرف الاي اهي من هنا. مره ثانيه 1 0 ده اذرز، يبقى اوتوماتيك هتبص على الاربعه دول وتروح تبص عليهم في الجدول تاني هنا. 0 1 0 0 ادي 0 1 0 0 اهي، ده يبقى حرف الاف. مش عايزين بقى خلاص كلمه اذر، وتفضل كده لغايه الاخر. دي الطريقه بتاعته عشان يسميها ايه؟ موديفايد هوفمان. كده فاضل لنا جزء ثالث ومهم قوي، وفي فكره جميله جدا، ازاي نقدر نضغط الداتا باستخدام الهوفمان لو انا مش عارف البروبابيلتي. طب هو ينفع ما اعرفش البروبابيلتي؟ ما احنا بنجيبها اوتوماتيك بنعد وهكذا. المره الجايه ان شاء الله هنشوف الكلام ده بيتعمل ازاي، ونشوف الفكره بتاعت الادابتيف هوفمان. اشوفكم ان شاء الله المره الجايه.